زي ما عودنا حضراتكم ان احنا لازم كل يوم كده نبدأ معاكم بنصيحة تقدروا ان انتوا تبدأوا بيها الصبح، سواء حاجة بقى حاجة تشربوها حاجة تاكلوها. النهاردة احنا جايبين لحضراتكم الشاي الأخضر. عايزة اقول لحضراتكم انه الشاي الأخضر في أذهاننا دايما مرتبط بالتخسيس، ان هو مرتبط انه اللي عايز يخس يشرب الشاي الأخضر. النهارده احنا جايبين معلومه جديده ان هو كمان مفيد جدا جدا، ودي دراسه يعني اتعملت اخيره، انه اللي بيعاني من خطر الاصابه بامراض القلب كشف الدراسه دي انه تناول مستخلص الشاي الاخضر لمده 4 اسابيع ممكن يقلل من مستويات السكر في الدم ويحسن صحه الامعاء. الحقيقة إنه الشاي الأخضر من الحاجات المفيدة جدا جدا جدا. أنا عن نفسي بحب جدا الشاي الأخضر، بحب أشربه الصبح وبحب أشربه بعد كل وجبة، مش من مبدأ إن أنا أخس، ولكن هو فعلا لما بتاكل بيحسن فعلا عملية الهضم وصحة الأمعاء. بس أنا مش بقول من معنى كلامي إنك أنت تشرب منه كوبايات كتير على مدار اليوم، لأنه هو برضو في نسبة من الكافيين، هو نسبة الكافيين برضو بتؤدي برضو إلى كثرتها، إلى خطر كبير جدا جدا على أصحاب برضو الأمراض القلب أو اللي عندهم مشاكل مثلا في الصحيان بدري. فبالتالي لأ، برضو تشرب كوباية أو 2 في اليوم ده مفيد جدا. وعايزة أقول لكم بقى إنه الشاي الأخضر اللي إحنا دايما بنقول عليه اللي مفيد مش الشاي اللي في فتلة زي اللي انتوا شايفينه على الشاشة، هو طبعا مفيد، بس الشاي المفيد أكتر اللي هو انتوا بتغلوه مع المية، اللي هو الشاي نفسه اللي هو الماتيريال بتاع الشاي تحطوه في المية يغلي على النار وتشربوه، هو ده اللي بيبقى فيه نسبة الفايدة أكتر. ولكن احنا بنقول انه بنحاول كده ناخد يعني ايه أقصى الفوائد من الشاي الأخضر، فممكن نشربه اللي في فتلة، بس اللي عايز أكتر ينزل يشتري الباكت اللي هي فيها الشاي نفسه ويغليه مع المية. كده احنا يعني إن شاء الله أفدناكم بمعلومة حلوة قوي على الصبح، يعني تحديدا اللي بيحب الشاي الأخضر، وأنا أولهم جدا جدا، ما ينفعش يعدي يوم من غير ما أشرب شاي أخضر.